بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من ملوك الصلاه. زي ما عودناكم كل يوم جمعه بنطلع مع حضراتكم من 7 ل 9 على قناه النادي الاهلي عشان نحط الضوء على كل الالعاب الاخرى وكل الاحداث المهمه اللي حصلت بالنسبه للالعاب الاخرى خلال اسبوع كامل. الحقيقه حلقتنا النهارده هتكون 4 فقرات، الفقره الاولى المقدمه اللي انا مع حضراتكم فيها دلوقتي وهتكون فيها اخبار مهمه حصلت خلال الاسبوع اللي فات داخل النادي الاهلي، وكمان بعض الاخبار طبعا على الساحه الرياضيه مش هنقدر نتجاهلها، وبعد كده في 3 فقرات هينضم ليا ضيوف طبعا كبار، يعني هينضم ليا في الفقره الاولانيه الكابتن ايمن سعد مستشار رئيس مجلس اداره النادي الاهلي او مستشار مجلس اداره النادي الاهلي لالعاب الماء، الحقيقه شخصيه مهمه هنحط الضوء عليها وهنعرف تاريخه، ليه تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. عندنا فقره ثانيه مع كابتن ياسر داوود المدير الفني لالعاب القوى بالنادي الاهلي، والفقره الثالثه هيكون معانا 2 من نجمات الكره الطائره في النادي الاهلي، شروق ومعانا مريم متولي، شروق فؤاد ومريم متولي. الحقيقه يعني فقرات بنحاول من خلالها ان احنا نحطكم في اجواء الالعاب الاخرى، لان يعني الحقيقه مجهود بيبذل طول الاسبوع يعني في الالعاب الاخرى يمكن مش واخدين حقهم، لان في مجهود بيبذل كبير جدا ويمكن زي كره القدم بل اكثر كمان، لان العاب كتيره وفرق كتير جدا جدا. خلينا ابتدي معاكم بالاخبار. الحقيقه في خبر يعني كنت حابب ابتدي بيه، هو خروج منتخب مصر لكره السله من دور الثمانيه في بطوله افريقيا، خسر من المغرب امس 66-62 الحقيقه، وكان قبلها البطوله اقيمت في السنغال التصفيات، وبعد كده الفرقه سافرت الى تونس للعب النهائيات. الحقيقه المنتخب ظهر بمظهر مش يعني قد كده، الحقيقه خسر من السنغال فرق 36 نقطه، والحقيقه ده كان هيفي سكور. منتخب مصر الصراحه ما خسرش قبل كده من السنغال بالشكل ده. السنغال رايحه بالفرقه اغلبها محترفين في الدوري الامريكي، ولكن مصر يعني ما كانتش حتى لو خسرت من هذه الفرقه بتخسر فرق قليل، 36 نقطه ده كان فرق كبير وقاسي جدا على منتخب مصر. احتل تاني مجموعته وراح قبل المغرب في دور الثمانيه في تونس، خسر 66-62 الحقيقه. انا بس عايز اعلق سريعا على الموضوع ده، طبعا ضعف الاعداد كان عليه عامل كبير جدا، اعداد ما كانش على الشكل اللي يجب للمنتخب. البطوله دي ليست مؤهله لحاجه، لان الباسكت اصبح زي كره القدم هيبقى رايح جاي، تاهيل عباره عن دوري مجموعات رايح جاي، هياخدوا منه الاول يتاهل مباشره الى كاس العالم، هيكون 5 فرق هيتاهلوا زي كره القدم. ولكن البطوله دي بطوله امم افريقيا مهمه لشكل مصر، مش مهمه لمنظر مصر. نمره 1 ضعف الاعداد، الاعداد كان معسكر داخلي يعني ما كانش فيه انتظام اغلب اوقاته، يمكن ده كان سبب رئيسي من الهزيمه. يمكن الحاجه الثانيه غياب اللاعبين المحترفين بالخارج، ولازم الحقيقه يبقى في حل وقفه جامده كبلد مع اللاعب الذي يمتنع عن تمثيل منتخب بلده. بنشوف محمد صلاح الراجل واخد احسن لاعب الاسبوع ده في اوروبا على ميسي ورونالدو، وبيجي اول ما منتخب بلده يقول له تعالى بيجي. محمد صلاح اللي بملايين وبياخد ملايين لما منتخب مصر يقول له تعالى بيجي، في حين ان منتخب مصر مش فارق معاه فلوس، مش فارق معاه اي حاجه، ولكن في التزام قدام بلدك. يعني في ناس انا بعتبر منتخب مصر ده زي الجيش، انت راجل بتروح تأدي الخدمه العسكريه، في ناس بتستشهد، في ناس بتتعب، الناس ما بتقولكش تعالى استشهد، بتقول لك تعالى مثل بلدك. اللاعب اللي الحقيقه لازم يبقى فيه وقفه من اللجنه الاولمبيه المصريه، ان لازم اللاعب الذي يمتنع عن حضور مع منتخب بلده يلعب مبارياتها لازم يكون فيه جزاء، لازم اللاعب ده يتجازى، لان مش ممكن احنا مصر وقفت جنبك وسفرتك وطلعت بره وبدات تلعب في جامعات وبدات تتعرف وبدات وي وي وي، وبعد كده يجي يقول لك تعالى العب بطوله افريقيا تقول له لا والله انا خايف اتصاب، اصل الحقيقه الجامعه مش هينفع ان انا ابقى فيها. طبعا لازم يكون في وقفه من اللجنه الاولمبيه المصريه، ويا ريت يبقى في حد شايفنا، عشان الامور دي بقت للاسف بقت ظاهره هروب اللاعبين من تمثيل منتخب مصر. نتمنى للباسكت طبعا كل التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله بعد بطوله افريقيا. الحقيقه معانا بعض الاخبار سريعا هستعرضها مع حضراتكم. رجال اليد بالنادي الاهلي فازوا على هليوبوليس في الدوري العام. حقق الفريق الاول لكره اليد رجال بنادي الاهلي تحت قياده المدير الفني الكابتن عاصم حماد فوزا مهما على فريق هليوبوليس في المباراه التي جمعت الفريقين امس ضمن منافسات بطوله دوري المحترفين. دي طبعا دي لقطات ارشيفيه من مباريات كره اليد، وقدم الفريق عرضا قويا ونجح في انهاء المباراه لصالحه 35-23. خليني افكركم ان نادي هليوبوليس كسب الاهلي السنه اللي فاتت في نهائي الكاس، المباراه كانت من حوالي شهرين او يعني تقريبا شهرين. الاهلي النهارده بيفوز ب 35
23 فرق كبير. يمكن هليوبلس فقد لعيبه او يعني افتقد للعيبه يحيى الدرع اللي احترف خارج مصر، ولكن نتيجه 35-23 دي نتيجه كويسه جدا في اطار ثالث جولات بطوله دوري المحترفين، واقيمت المباراه في صاله هليوبلس. يذكر ان الفريق حقق الفوز على النادي البورسعيدي ثم تتعادل مع طلائع الجيش. الحقيقه برضو مباراه مهمه، استعداد فرقه اليد هتخوض بطوله افريقيا الابطال الدوري الشهر القادم في تونس. الحقيقه هتبقى بطوله صعبه جدا، لان الخمس فرق بتاع تونس بيستعدوا استعداد فوق الرائع لهذه البطوله. بطوله صعبه، بطوله قويه، النادي الاهلي بيستعد لها بكل استعداد ليها، ولكن محتاجين دعم، محتاجين دعم جماهيري، محتاجين حشد، محتاجين نحسس الولاد ان هم فعلا بيتعبوا وحاطين هدف قدامهم ان هم يرجعوا بالكاس اللي احنا حامل لقبه حتى الان. احنا حامل لقب بطوله افريقيا الابطال الدوري. كل التوفيق طبعا لكابتن عاصم حماد. الحقيقه كابتن عاصم حماد رافع درجات الاستعداد القصوى، مانع اللعيبه اللي تلعب اي تصريح، مانع اللعيبه تطلع في اي لقاءات تلفزيونيه، هو نفسه ما بيطلعش، مش عايز مباراة تتذاع، عايز يشتغل في صمت لغايه ما يوصل ان شاء الله لبطوله افريقيا الشهر القادم في تونس. الخبر الثاني اللي معانا انطلاق بطوله هشام منسي للكاراتيه اليوم على صاله النادي الاهلي. الحقيقه الكاراتيه في النادي الاهلي هو الكاراتيه في مصر. 80% او 90% من لعيبه المنتخب هم من لعيبه النادي الاهلي. الكاراتيه طبعا عندنا عضو مجلس اداره مهند مجدي كان بطل عالم، فالموضوع ده ادى دفعه كبيره من مجلس اداره للكاراتيه في الوقت اللي هم ما كانوش محتاجين الدفعه دي، لان في الحقيقه الكاراتيه من غير يعني اي دفع الحقيقه عاملين انجازات كبيره جدا، ولكن وجود الدكتور مهند الحقيقه اداهم دفع معنوي، تذليل العقبات. طبعا دي لقطات من صاله الكاراتيه بالنادي الاهلي. انطلقت في الساعه 9 من صباح اليوم الجمعه امس طبعا او اليوم الجمعه بطوله الوفاء للمرحوم الكابتن هشام منسي، والذي ينظمها جهاز الكاراتيه بالنادي خلال فتره من 15 ل 16 سبتمبر الجاري بصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيره. واكد الدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه ان ما يقرب من 2000 لاعب ولاعبه سيتنافسون في البطوله بمنافسات الكاتا والكوماتيه جماعي وفردي في المراحل السنيه من عمر 5 سنوات وحتى 18 سنه بنين وبنات. الحقيقه 2000 لاعب لما يكونوا موجودين في النادي الاهلي في التوقيت ده حقيقه بيقول او بيدي مؤشر قد ايه النادي الاهلي يعني في الكاراتيه يعني قلعه كبيره، لم يكن هو القلعه الوحيده في مصر او قلعه كبيره في مصر بتمد المنتخب باللاعبين. عندنا ابطال كبار، عندنا ابطال عالم، عندنا مجموعه كبير، ولطالما يعني حطينا الضوء على الكاراتيه. ولكن يعني طبعا تأبين كابتن هشام منسي الحقيقه ذكرى لازم يعني نتذكرها جميعا، وكمان البطوله دي اكيد هتكون خير اعداد للفرق في النادي الاهلي والفرق عامه في مصر، لان اكيد هتبقى ما فيش بطوله بالحجم ده 2000 لاعب مشاركين فيها بتهيألي غير بطوله النادي الاهلي او بطولات النادي الاهلي. معانا خبر ثالث، كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول للسيدات كره الطائره قال لنا سيدات طائره الاهلي تبدا المباريات الوديه الاسبوع المقبل. اكد كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول لكره الطائره السيدات بالنادي الاهلي ان الفريق يؤدي تدريباته اليوميه استعدادا للموسم الجديد. دي احد التدريبات، طبعا كابتن حمدي الصافي معانا على الشاشه، ودي التدريبات بدنيه للاعبات في الصاله رقم 2 بالنادي الاهلي بالجزيره. شايفين الجديه الاداء الحقيقه يعني جهد كبير بيبذل. واشار كابتن حمدي الصافي ان الفريق سيبدا مرحله خوض المباريات الوديه الاسبوع المقبل استعدادا لانطلاق الدوري اكتوبر المقبل في غياب اللاعبات ايه الشامي ومريم مصطفى، فريده العسقلاني، نور ياسين امين، ورحمه المهندس لمشاركتهن مع المنتخب الوطني ببطوله كاس العالم تحت 13 سنه بسلوفانيا. الحقيقه عاملين اداء كويس. امبارح منتخب مصر تحت 23 اللي بيشارك فيه خمسه من ابناء النادي او بنات النادي الاهلي الحقيقه بيأدوا اداء رائع. خسروا امبارح من الارجنتين 4-3، النهارده في مباراه مهمه على ضوءها ممكن مصر تلعب من الخامس للثامن. الحقيقه لو وصل الانجاز ده الحقيقه هيبقى انجاز كبير جدا لما مصر تلعب من الخامس للثامن. شايفين الحقيقه الكره الطائره الفتره اللي فاتت شايفه طفره كبيره، نتمنى نشوف الطفره دي ان شاء الله في اليد. الصوره طبعا مبينه شروق فؤاد هتكون معانا طبعا في الفقره الثالثه، ومعانا مريم متولي طبعا بعد ما رجعت من عمليه بالكتف ان شاء الله بدات عمليه تاهيل هيكونوا معانا. الحقيقه يعني المنتخب وطبعا النادي الاهلي قوام كبير جدا من قوام المنتخب، طبعا شغل واكيد ده في الاخر بيصب لمصلحه المنتخب الوطني. طيب عندنا خبر كمان ان تنس الطاوله بالنادي الاهلي تستعد للبطوله العربيه. أكد أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أن الفريق يواصل تدريباته اليومية بصالة تنس الطاولة بمقر الأهلي بمدينة نصر استعدادا للبطولة العربية والتي من المقرر أن تستضيفها لبنان مطلع نوفمبر القادم.
وأضاف عبد الفتاح أن دعوة المشاركة في البطولة لم تصل للأهلي بعد، ولكن الفريق يؤدي تدريباته للحفاظ على لياقته الفنية والبدنية قبل البطولة. وأوضح عبد الفتاح أن صفوف الفريق ستكتمل الأسبوع الجاري بعودة كابتن الفريق الكابتن السيد لاشين بعد أدائه فريضة الحج. طبعا يعني ربنا يتقبل ويرجع بالسلامة. كابتن سيد راجل محترم، كابتن الفريق ولاعب مميز، لاعب محترف على قدر عالي من الأخلاق و يعني على مستوى رائع، وأدى كتير للنادي الأهلي. يرجع بالسلامة إن شاء الله وينضم للفريق. أشار عبد الفتاح السيد لاشين كان لديه رغبة في اعتزال اللعب، ولكن الجهاز الفني أقنعه بالاستمرار لحاجة الفريق لجهوده وخبراته. حقيقة يعني الشغل اللي بيبذل ومجهود بيبذل طول الموسم، الحقيقة من شهر 10 هيبتدي الجد، من شهر 10 تبتدي أغلب الفرق منافساتها سواء الأفريقية أو المحلية. ما فيش غير دوري واحد أو اتحاد واحد هو اللي حط جدوله حتى الآن، وهو اتحاد اليد. طبعا دي حاجه تحسب له بالرغم من وجود انتخابات، ولكن حطوا جدول عشان على ضوء استطاع النادي الاهلي ان يحط التزاماته الافريقيه والخارجيه. الحقيقه هنطلع فاصل وهنرجع طبعا عشان نستقبل ضيفنا الاول الكابتن ايمن سعد مستشار مجلس اداره النادي الاهلي في العاب الماء. الحقيقه هديكم نبذه سريعه قبل ما يخش لنا الكابتن ايمن. هو طبعا عضو باللجنه الفنيه للسباحه بالاتحاد الدولي، سباح دولي عام 88 وحقق ثالث العالم، مدير اداري بالنادي الاهلي سابق، طبعا سكرتير عام بالاتحاد المصري سابق، مدير تنفيذي باتحاد الامارات لمده 15 عام. من اشهر الشخصيات في العالم في تنظيم البطولات العالميه والعربيه، ونظم 54 بطوله عالميه. مرشح لانتخابات طبعا او يعني مرشح لانتخابات السباحه على مقعد الرئيس، من ضمن العشر الاوائل في الترتيب العالمي لمده 8 سنوات كسباح، 20 عام داخل النادي الاهلي. الحقيقه تاريخ كبير جدا جدا للكابتن ايمن سعد، الحقيقه مش غريب على النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي لما بيتم استعانه بيهم في اي منصب او في اي موقع بيحط خبراتهم. هنقعد معاه هنتكلم عن الانجازات اللي حصلت في السباحه الفتره اللي فات على مستوى المنشات على مستوى المنافسات. هتبقى فقره حلوه، ما تروحوش بعيد، انتظروني. هنطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم ونستقبل الكابتن ايمن سعد.